صباح الخير عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي صبحتوا بخير؟ مزيانين؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. هاد الصباح هذا درت في الطياره الفطور، قلت علاش ما نشاركهاش معكم. كما كتشاهدوا هاد الفطيره كتجي بحال شكل حريشه وكتجي صراحه زوينه. كدير من الدقيق الطحين كامل بالنخاله ديالو، كتجي لذيذه وبنينه يا البنات. هادي جربوها صراحه، ما غاديش تبعوا منها، كتجي واعره وصحيه في نفس الوقت. كتجي لها الشكل هذا، تقدروا تخليوها ديروها غير بحال الشكل هذا مع الزيت الزيتون، او ديروها على شكل ترفسوها بحال شكل رفيسه. وهنايا ان شاء الله غنقدم لكم الطريقه على بركه الله. كما كتشاهدوا عندنا الدقيق ديال القمح الكامل بالنخاله ديالو، ما كنغربلوش البنات، كنخليه بديك النخاله ديالو. تقدروا دوزو غير بداك السيار باش ولا كانت شي حاجه شي قشره ديك غليطه نتاع النخاله كتشد. هنايا كندير شويه ديال الملحه، وغادي نضيف لها كاس ديال زيت الزيتون اللي ما عامرش، كاس ديال العنبه ما يكونش عامر البنات. وعينيكم ميزانكم، هنايا عيني ميزاني. هنا كما كتشوفوا غادي نخلط مزيان هاد الدقيق ديالي مع الزيت حتى كينسجموا مزيان. هنا غادي نقص الكميه، ندير الفطيره الاولى وعاد غادي نخلط الفطيره الثانيه. ما كنخلطش كلشي في مره، ندير وحده بوحده. هنا نقصت الثمن ديال الزلافه تقريبا، وهنا غادي نضيف واحد شويه ديال الماء ونخلط ونشوف واش غادي نزيد ولا ما نزيدش حتى كتجمع ليا العجين ديالي. انا كنخلطها غير باطراف الاصابع، ما كنعجنهاش البنات. هنايا كما كتشوفوا هي بدات كتجمع ليا، غادي نجمعها هكا وغادي ندير عليها شويه ديال الدقيق اللي نقصت. غادي نرشها شويه بداك الدقيق الكامل اللي ديجا نقصت في ديك المغرفه. هادي دغيا كتوجد البنات، هاد الفطيره هادي كفي الساعة كتوجد وبنينه صراحه. قال لي ولدي علاش ما توجديليش، ديري ليا فطيره ورفسيها ليا، ديري لي رفيسه كتعجبو، وقلت نشاركها معكم. زوينه، تقدر تقدموها حتى الاطفال ديالكم غادي يبغيوها. انا رشيت المقله ديالي بالدقيق وغادي نسرح الفطيره ديالي، نسرحها ونخليها تحمر ليا من تحت، وغادي نقلبها على الجهه الاخرى. كتجي لها الشكل هذا البنات، كنبسطها مزيان حتى كتجي على قد المقله ديالي، ما
ماشي مشكل، واخا تجيكم غليظه حيت غادي ترفس غادي نفس الساعه، ولا كنتو بغيتو تخليوها كما قلت لكم حاولوا ترققوها. انا غادي نقلبها هنايا، راها تحمرات كما كتشوفوا، جات محمره كتجي هشيشه البنات، كتجي بزيت الزيتون زوينه. هنايا تحمرت ليا من الجهة الأخرى، كتجي بحال الشكل البنات، كتجي صراحة محمرة وكتجي زوينة وكتقدم سخونة، ولا يعني اللي عجبكم عجبكم تحبسوها البنات، باش كون تخليوها هكا. أنا غادي نقطعها لكم باش تشوفو كي جات. كتجي بحال الشكل، كتجي بحال شكل حريشه، الحرشه اللي كتوجدوا غير هي هاد الفطيره هادي، ما فيهاش الخميره، ما فيهاش خميره حمراء، ما فيهاش خميره اخرى ديال العجين. وهنايا كما كتشوفوا غادي نرفسها معكم باش تشوفوا كتجي بحال هكا مع زيت الزيتون مرفوسه، كتجي زوينه وواعره. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وإلا عجبتكم خليو لي اللايك وخليو لي التعليق باش كتشجعوني يا البنات. انا يدي ولاو حمر حيت راها سخونه، راني نفسها وهي سخونه باش كتجي هي هذيك، كتجي لذيذه. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وبالصحه والراحه. دابا وليداتي راهم يفطروا، عجبتهم راهم ياكلوا وبصحة. فطوركم البنات، السلام عليكم، حتى الفيديو القادم ان شاء الله.